زوز خلايا استقبال توسيع الشبكة الوطنية والشبكة كذلك المحلية في ولاية جلال لتغطية عدة مشاريع منها صناعية وزراعية للولاية، وكذلك لتوفير الكهرباء والغاز لمواطنينا في ولاية جلال. فمن بين المشاريع المهمة للولاية هي محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية 80 ميجاوات، وهي من أهم كذلك المحطات في المنطقة التي سوف تدخل في الخدمة في غضون 18 شهر، وراح كذلك تعطي إضافة كبيرة بالنسبة للطاقة الكهربائية في الولاية. وفي برنامج كذلك ثاني سوف تنطلق فيه سون الغاز لتوسيعة كذلك تغطية المحيطات الفلاحية للولاية، لأن هذا هو الآن البرنامج يعني المهم وكذلك الأولوية اللي معطينها كذلك للمحيطات الفلاحية والتغطية الكهربائية للمحيطات الفلاحية وتوفير كل وسائل النجاح هذه اللي تسمح لنا بالنهوض بهذا القطاع في الولايات.